حديث الشبكة من جديد وعدد آخر نعرض لكم فيه أهم ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. معكم بليغ صدين وموضوعنا الرئيسة اليوم. حدثة قتل امرأة أخرى تهز المجتمع العربي في إسرائيل بعد أسبوع فقط من الاحتجاجات ضد قتل النساء. احتجاجات من قبل اليمين الإسرائيلي ضد تعيين مواطن عربي نائبا لرئيسة بلدية حيفا. بدأ نوني من هذه المواضيع الرئيسة. سننتقل إلى وسوم الشبكة لهذه الحلقة ومن ثم إلى نجم الشبكة منهينا برنامجنا مع الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا في الأيام الأخيرة. سيشارك في الحديث عن هذه المواضيع المدرب والناشط السياسي ربيع عمارني. أهلا بك ربيع. وستكون معنا أيضا عبر خدمة سكايب الناشطة الاجتماعية شمس أبو مخ. الآن لنبدأ مع فقرتنا الأولى. عم نفتتح فقرتنا الأولى مع موضوع قتل النساء في المجتمع العربي. فبعد أسبوع فقط من الاحتجاجات ربيع، كان هناك أيضا امرأة باسم إيمان أحمد عوض من مدينة عكا قتلت أيضا طعنا بالسكين في بداية هذا الأسبوع، ويعني تعود مرة أخرى الاحتجاجات حول هذا الموضوع. قبل أن نبدأ معك ونقرأ المنشورات، نريد أن نتوجه إلى الناشطة النسوية والاجتماعية شمس أبو مخ. شمس، ماذا نقول بشكل عام عن كل قضية قتل النساء بالتحديد في المجتمع العربي؟ مرحبا بليغ. مش عارفة شو ممكن نقول بهاي الحالة، مش عارفة شو ضل نقول. إنه الإشي كثير سيء، إنه الإشي زاد عن حده بدرجات اللي بطلنا نقدر نسكت، إنه أجا الوقت ونحكي بكاف. نعم، رأينا أيضا، يعني أنت أيضا شاركتي بالاحتجاجات حول هذا الموضوع وقمت بنشر صورة عبر صفحتك في فيسبوك مع الرقم 25 وهو عدد النساء اللواتي قتلنا من بداية هذا العام من المجتمع العربي وأيضا من المجتمع اليهودي. 12 منهن هن من المجتمع العربي ربيع، بالرغم من أن المجتمع العربي هو فقط 20% من المواطنين في إسرائيل، فطبعا النسبة أكبر في المجتمع العربي. صحيح جدا، صحيح. للأسف صحيح. للأسف المجتمع العربي على الوضع الطاقم، يعني كان سيء وكثير أسوأ. نعم. في هذا يعني ربيع، ماذا نقول عن قضية المجتمع العربي الأكثر في قضية قتل النساء؟ طبعا قضية العنف في مجتمعنا وصلت إلى يعني مستويات لا تطاق ولا تحتمل من كل نواحي، إن كان عنف تجاه الرجال وايضا تجاه النساء، وهي المساله الحساسه، يعني خصوصا انه نسبه النساء المعنفات وضحايا العنف تتجاوز النصف من كل النساء الضحايا من ضحايا العنف ضد النساء بكل المجتمع الاسرائيلي بشكل عام. نعم. مع انه نسبتنا لا تتجاوز 20%. نعم. من مجمل سكان الدوله، وهذا امر خطير جدا، يعني مع الاسف ولا يوجد بالافق حتى اي ضوء. لا نعم، يعني تستمر الاحتجاجات، تستمر كل الاستنكارات طبعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من ذلك هذا يستمر، ويعني اسبوع واحد فقط مر على يعني الاحتجاج ضد قتل يارا ايوب من الجيش والان امراه اخرى. ليلى القيش كتبت ايضا منشور حول هذا الموضوع، كتبت: الجريمه الوحيده الكبرى انك تربينا سواعد تشد فيما بعد لقتلك، الجريمه الوحيده الكبرى انك تنجبين نصف مجتمع لا يؤمن بوجودك، الجريمه الوحيده الكبرى أنك الأضعف والأرقى والأجمل وأن عطائك في نظرهم استسلام، الجريمة أن مجتمعك صامت أخرس أطرش وسريع النسيان. شيراز عبادي مصالح أيضا كتبت حول هذا الموضوع، ماذا كتبت ربيع؟ عندي سؤال بالنسبة للصحافي اللي بتركض تصور وتعمل مقابلات مع أهل المقتول، يعني عن جد شو ممكن تسمعوا من أم بعدها مش دافنة بنتها؟ كيف تسمع حول نفسك وتصوروا هيك صور وتنشروا هيك فيديوهات؟ هاي اسمها انتهاك حرمات، بكفي وجع قلب، عن جد بكفي، شاطرين ننشر فيديوهات. نعم، هي هنا تنتقد الصحافة وكيف تصور الصحافة وتسلط الضوء على معاناة ومأساة أهالي، طبعا هي تقصد هنا أم إيمان أحمد عوض. شمس، نتوجه إليك في هذا السؤال، يعني حول قضية الصحافة وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي يعني بالتعاطف أكثر مع الإمرأة، هل من الجيد أن يعني نشر مثل هذه الفيديوهات ممكن ربما تصل أكثر إلى أعداد أكبر من المشاهدات، أو أن هذا انتهاك لحرمات الأشخاص كما تحدثت هنا شيراز؟ طبيعي إنه إحنا قبل ما ننشر أي فيديو في أي موضوع نحضره ونفكر، نحط حالنا محل أهل
الأهل الفيديو أصحاب الفيديو، هل كنا بنحب ننشره أو ينتشر عنا أو لا في كل موضوع. بس في موضوع القتل أنا كنت هنا بجيب أحط إنه يكتبوا إنه يحكوا إنه يجيبوا صوتهم، لأنه بكفيش بس إنه نحكي بيننا، ومش من باب الاستغابة أو سمعته أو ما سمعتوش، لا من باب إنه كل واحد تحط حالها اليوم هي أو بنتها في المستقبل إنه ممكن تكون هي، فإنه بكفي إنه نيجي نقول إنه بدنا نحدث التغيير، نحدث التغيير مش بس قضية ومسألة التغيير شمس. يعني نرى أيضا أنك تضعين الرقم 25 من خلفك في المدرسة وربما المؤسسة التي تعملين فيها. زينة حجيحة تحدثت عن هذا الموضوع وهي أيضا فعالة في مجلس الطلاب، ونتحدثون عن ابنة 18 عاما، كتبت لن ننتظر مقتل الامرأة 26، مجلس الطلاب وأبناء الشبيبة القطري ينضم ويدعم احتجاج منظمين منظمة المعلمين وإضراب التعليم كرمز على الاحتجاج والاعتراف بمقتل إيمان عوض القتيلة 25 لسنة 2018. أكملت وأسهبت في هذا المنشور: نريد أن نشاهد قسم من الاحتجاج الذي كان في مدينة الناصرة على قضية مقتل إيمان. نعم، إذن عرقلت حركة السير في مدينة الناصرة كنوع من الاحتجاج على قضية مقتل إيمان، لكن يعني انقسام واضح في الشبكة شمس وأيضا ربيع على قضية ما هي سبل النضال وما هي الطرق للاحتجاج وما هي الطرق التوعية أو الطرق بشكل عام الاحتجاجية لمسألة منع أو توقيف قتل النساء. ما هو رأيك الشخصي حول قضية الاحتجاج؟ السبل عديدة وسبل كثيرة متنوعة للحد من هذه الظاهرة، من ظاهرة العنف تجاه النساء في المجتمع العربي، لكن مرة أخرى لكي تنفذ هذه الأدوات وتستغل بالشكل الصحيح يجب أن يكون مبادرة من السلطات، من السلطات العليا، من المؤسسات في الدولة. مع الأسف هناك سياسة متبعة منذ عشرات السنوات، عشرات منذ عقود وأعوام تجاه المجتمع العربي، سياسة عنصرية تشمل يعني إهمال مطلق لهذه القضية في المجتمع العربي. في المجتمع الإسرائيلي يوجد 18 ملجأ للنساء المعنفات، في المجتمع العربي قاطبة يوجد ملجأين فقط. نعم. يعني وهناك مطالبة أيضا يعني بتحويل الميزانية، ميزانية المتاهة. رغم أن العنف تجاه النساء في مجتمعنا يفوق بالضعف من العنف في المجتمع الإسرائيلي، لكن مع ذلك نحن لا نصل حتى يعني مجرد يعني ملجأين تجاه كلها يعني ونتحدثون عن يعني الشريحة التي تتعرض أكثر صحيح لهذا الموضوع ومعرضة أكثر لهذا الموضوع. يعني لا أستغل. نعم، نريد قراءة المنشور من عبد الرحمن ربيع قبل أن نتوجه إلى شمس. بالنسبة لموضوع قتل النساء رأي معروف فيه وهذا أمر مفروغ منه، بس بالنسبة للاحتجاجات والمظاهرات وتسكير الشوارع يلي قاعد بيصير، معلش يعني شو بفيد ولا شو بغير ولا أساسا مين متأثر؟ وشفنا النتيجة مبارح. هنا شمس نرى أن رأيه طبعا مخالف لا أعلم إن كان مخالفا لرأيك، ولكن يعني على قضية أنه يحتج ضد موضوع المظاهرات هذه ويقول أنها لا تفيد. بتعرف أنا كمان واجهت الإشي لما جيت أحكي أنه أنا جاي الأسبوع اللي فات على الشغل، لأنه رح أشارك في مظاهرات واحتجاجات وخلص أجل وقت كمان أنا أكون برا، مش بس أطلع صوتي عن طريق الشبكة الاجتماعية. أول سؤال حكولي إياها، أول جملة حكولي إياها، شو رح تفيد المظاهرات؟ تعال أذكركم في أيسلاند إذا أنا مش غلطانة، سنوات 50 أو 70، مش رح أحكي التاريخ على حتى ما أخربت حالي وأخربتكم، كانت هناك احتجاجات اللي النساء طلعوا فيها عشان يطالبوا في مساواة بين الرجل والمرأة، ولما قرروا النساء يعملوا احتجاجات
90% من نساء الدولة أضربت، حتى النساء اللي ربت البيوت قرروا يتركوا البيوت ويطلعوا برا. نعم. فاللي صار إنه عرقلوا كل الدولة، حتى الرجال اللي بروحوا على شغلهم بطلوا يقدروا يشتغلوا، لأنه كمان أولادهم ما فيش مين معهم، فاضطروا الرجال يرجعوا لبيوتهم، مش من باب إنهم يضربوا، إنما من باب إنه ما فيش مين يعمل الواجبات الثانية عنهم. وبهالشكل لما 90% من نساء الدولة أضربت، ما كانش حل للسلطات إلا إنه ترضخ لطلباتهن. وهن بس بيطالبوا بمستوى، لسه مش بيطالبوا إنه يوقفوا العنف. في القضية اللي إحنا موجودين فيها، إذا عن جد بنيجي بنتوحد وبنطلع الصوت الكبير تاعنا، المظاهرات رح تعمل. بس حالياً إحنا بنبدأ وإحنا بنطلب إنه تنضموا، لأن بنطلب إنه تساعدونا، لأنه اليوم هي يارا، اليوم هي إيمان، بكرة هي ممكن أنا أو أي واحد ثاني، وبنيجي بنحكي بس بكفي، مش رح نصدق، مش رح نعطي الضحية 26. نعم، شكرا لك شمس. مع هذه الرسالة ننهي معك حول هذا الموضوع، شكرا لك على تواجدك معنا. ربيع، نكمل في الحديث عن المواضيع الرئيسة في هذا الأسبوع، ونتطرق الآن إلى موضوع تعيين رجا زعاطري، وهو مندوب عن حزب الجبهة في مدينة حيفا. نذكر أن يعني كل قضية كانت في بداية هذا الأسبوع أو في نهاية الأسبوع السابق حول أن رجا زعاطري يقال أنه يدعم أو أنه يعني في صف حزب الله وفي صف حماس، ولكن اليمين الإسرائيلي يحرض ويقول أن لا مكان له في مدينة حيفا أو في بلدية حيفا أو نائبا لرئيسة بلدية حيفا. هناك أصلا صفحة على فيسبوك مكتوب الهدف هو طرد رجا زعاطري، طبعا صفحة يمينية إسرائيلية لا تريد أن يكون رجا زعاطري موجود. محمد كعبي، نريد قراءة المنشور قبل أن نتوجه إليك بالحديث عن الموضوع. محمد كعبي كتب: إن شخصا مثل رجا زعاطري لا يستحق منشورا في حسابي، لكن سكان حيفا بالتأكيد يستحقون قرار حكيم تعيينه كنائب لرئيسة البلدية، قرار حكيم بإلغاء تعيينه كنائب لرئيسة البلدية. آسف، إن داعم حماس وحزب الله يشكل تهديدا لنسيج الحياة والتعايش بين العرب واليهود في مدينة رائعة مثل حيفا. طبعا رأي محمد كعبي مفهوم من وين نابع. الخلاف حول تعيين رجا زعاطري نائبا لرئيس بلدية حيفا، يعني شخصيا بشوفه كخلاف شرعي في المجتمع الإسرائيلي، نظرا لأنه اللي قاله بما يتعلق في حزب الله وحركة حماس يعني هو شيء حساس. لكن أيضا كان يجب على المجتمع الإسرائيلي التفهم الظروف اللي حكى فيها رجا زعاطري هذه العبارات وهذه الضغط اللي كان فيه والمواجهه اللي كان فيها مع ناشطين يمنيين، وخصوصا انه قال انه هذه لا تمثل موقفه الشخصي بشكل كامل، ويعني وتوجه السياسي اصلا يختلف تماما عن توجه السياسي لحركه حماس وايضا لحزب الله. نعم. عينات كليش روتيم وهي رئيسه بلديه حيفا كتبت بعد هذه الحادثه على حسابها في تويتر، كتبت: المجتمع العربي كان على مر التاريخ وسيبقى ايضا في فتره قسم من قيادة حيفا، الحرب الشخصية ضد زعاطري انتهت، لن أدع ممثلي الليكود المحليين الغاضبين على أنهم لم يحصلوا على مقاعد يشنون حربا ضد العرب في حيفا. إيال لوري بارديس ماذا كتبه؟ والآن بعد أن انتهت ملحمة رجا زعاطري في حيفا، فضلا عن واجبنا تحية عينات كليش روتم بسبب وقوفها في وجه بيبي ولابيد وبينيت وشركائهم، فأنا أعتقد أننا يجب أن نشكرها على تذكيرنا أنه من الممكن أن نقول لنتنياهو لا. نعم، يعني موقف عينات كان يعني واضحا، وهنا يبدو أن إيال يتشكر عينات على هذه النقطة بالتحديد. من جهة أخرى طبعا من المجتمع العربي بعد إعلان إلغاء التعيين، تعيين رجا زعاطري وتعيين سيدة مكانه من حزب الجبهة، كان هناك تعليق لباسل فرح من الجبهة أيضا يعني عضو أو فعال في حزب الجبهة، كتب: عاش رفاقنا الأشاوس وسنبقى سدا منيعا في مواجهة اليمين العنصري والحكومة، أول امرأة عربية فلسطينية تشغل منصب نائبة أو نائب رئيسة البلدية في حيفا، وهذا يشرفنا مثل ما تشرفنا الوقفة المبدئية للرفيق رجا زعاطري وحزبنا أمام هذا الكم من التحريض على مندوبينا في البلدية. يعني موقف باسل واضح على هذه القضية، ولكن رأيت الآن أو في هذا الصباح أيضا كان هناك تحريضات ضد النائبة المعينة مكان رجا زعاطري، أيضا على نفس المنطق ونفس المواقف السياسية، احتجاجا ضد يعني موقفها مع غزة أو مواقف أخرى وطنية لها. طبعا الحزاب اليمينية ونشطائهم لا يكلون ولا يملون ولا يدخرون جهدا في إبعاد
إبعاد ممثلين المجتمع العربي، ممثلين فلسطينيين داخل عن كل المؤسسات الحكومية، خصوصا في بلدات اللي يعني يسيطر عليها اليسار الإسرائيلي وتسيطر على ثقافة التعايش مثل حيفا. نعم. يعني محاولاتهم يعني محاولات دائمة ومستديمة حتى يعني يبدو أن أو يعني كان هناك تعليقات أن الحرب هي ليست شخصية ضد رجل زعاطر وإنما ضد كل المجتمع العربي. لا لا أبداً. بأن لا يكون لهم ممثلين بالضبط. في بلديات أو في أماكن يعني كحيفا كمدينة التي هي تعتبر وكأنها مدينة عربية أو مدينة أسف يهودية أو مدينة مختلطة ولكن مع أغلبية يهودية. هي حرب سياسية بالأساس. حزب الليكود وباقي الأحزاب التي تحرض أيضا خسرت مكانها في البلدية وستستغل كل ثغرة في تحالف عناد كليش حتى يعودوا للبلدية ويعودوا للحكم والتأثير. نعم هذا ما يريده طبعا كل حزب طبعاً. إلى هنا كنا على هذا الموضوع وعلى المواضيع الرئيسة، والآن ننتقل معا إلى وسوم الشبكة. فقرة وسوم الشبكة نفتتحها مع خبر لا أعلم إن كان محزن أم مضحك، ولكن خبر اختطاف معلم من مدينة أم الفحم. معنا ينضم عبر خدمة سكايب إلى هذه الفقرة أيضا الصحفي وائل عواد. صحفي وائل عواد، رأيت العديد من التعليقات على صفحتك في فيسبوك على قضية اختطاف المعلم، ما هو تعليقك بالتحديد الآن؟ يعني من يعرف من أهل البلد يقال بأن موضوع الخطف ليس له علاقة في المدرسة، ولكن مجرد أن يفكر من قام بعملية الاختطاف بأن الأسهل هي المدرسة، النقطة الأضعف هي المدرسة، باب المدرسة، إشارة السلاح في وجهه وإدخاله عنوة إلى السيارة، يعني هو وأمام الطلاب على فكرة، ولاحقا خرجت طائرة عمودية واستطاعت معرفة السيارة، يدل على حالة الاستخفاف، حالة عدم الاكتراث، نعم. حالة الاحتكار التي يشعر بها المجرمين اتجاه المجتمع. هنالك كما تفضلت في البداية من تحدث عن الموضوع بقسوة، وهنالك من تحدث بسخرية، ولكن هذه السخرية الكوميديا السوداء المؤلمة التي هي بالعادة تكون أشد من البكاء. نعم. ربيع أيضا كتب هناك تعليق على فيسبوك، وجدي حسن جميل ماذا كتبه؟ كل عبارات الشجب والاستنكار لا تكفي أمام الحادث الجلل، محاولة اختطاف معلم من أمام مدرسته وعلى مرأى ومسمع من طلابها، لهذا الحد وصل البعض دونما رادع أو احترام لأي خلق ودين وقيم ومبدأ وحرمة. إذن يعني يتحدث هنا طبعا عن استنكار على هذه القضية. بالرغم من ذلك وائل، أنت كتبت تعليق على فيسبوك، كتبت أغرب ما في قضية اختطاف المعلم في أم الفحم أن الشرطة استطاعت القبض على أحد الخاطفين. لماذا كتبت هذا المنشور؟ في العام الماضي بليغ 2017 الشرطة الإسرائيلية استطاعت من 186 جريمة في أم الفحم، طبعا مش كلها قتل، هنالك إحراق سيارات، بيوت، إطلاق رصاص وما إلى ذلك، هاي اللي أعلن عنها، يعني عمليا التي توجهوا بشكوى للشرطة بدون اللي أطلق عليه رصاص مثلا ولم يتوجه بشكوى للشرطة، استطاعت أن تلقل أو تقدم لائحة اتهام واحدة فقط، يعني 16% نسبة نجاح، وهذا مش كلام أنا، هذا كلام مراقب الدولة الذي يقول هذا الكلام، هم يقولون عن أنفسهم ويكرون بهذا الفشل الذريع. لذلك أتوقع أن المعلم نفسه تفاجأ أنه مش أنه خطفوه إنه رجعوا. نعم. ننتقل الآن إلى شريط مصور لمظاهرة حدثت في المدرسة على خلفية هذا الحدث. نعم. ربيع، ما هو تعليقك على قضية خطف هذا المعلم؟ طبعا انحدار جديد في مسلسل العنف ومستويات العنف في المجتمع العربي، يعني وصلنا لمستوى لا أعرف، لا يعني لا أجيد الوصف ولا أستطيع أن أصف، يعني هذا حدث بعبارات أكثر من
انه فعلا وصلنا لمستوى يعني حتى المعلم، حرمة المعلم وقدسية المعلم انتهكت، يعني انتهكت قبل عدة اعوام بقتل مدير مدرسة في الطيبة. نعم. لكن قلنا وقتها انه يمكن هذا حدث شاذ، لكن نعم. واضح انه هذا ليس حدث شاذ. المشكلة هنا ربما المعلمين غير متورطين في اعمال الاجرام، ربما لو كانوا قريبين لهذه الاعمال او كان بينهم وبين المجرمين او مفتعلين مشاكل في المجتمع مشاكل، ربما فعلا لا احد سيحترم قدسية المعلمين والمدراء وجهاز التعليم والمدارس، وستكون المدارس يعني مرتعا للمجرمين. و قبل ان ننتقل الى الموضوع الثاني، اريد قراءه ستاتوس ساخر او يعني قسم الستاتوسات الساخر التي كانت موجوده على الموضوع. عنان مظلبط كتبه: اللي بعينك تفوت، الله بعينك اسف، تفوتي محل استاذ العربي اول حصتين، ليش مريض؟ لا والله مخطوف شوي، كان المعلم أن يكون قتيلة، هو خطف أستاذ مدرسة الصبح، أنت شو إنجازاتك؟ من هنا ننتقل إلى الموضوع الثاني، وهو مقاطعة مسيرة الميلاد في مدينة الناصرة. نعلم أن المسيرة التقليدية التي تحدث كل سنة في الناصرة ربيع السنة، يريدون إشراك أيضا الشرطة الإسرائيلية وأوركسترا الشرطة الإسرائيلية معهم. هناك منادى بالمقاطعة، صفحة أو حدث على فيسبوك إيفنت كتب مقاطعة مسيرة الميلاد النصروية التقليدية: قامت جمعية الموكب بدعوة أوركسترا شرطة إسرائيل وللمرة الأولى للمشاركة في مسيرة عيد الميلاد التقليدية، وعلى ضوء التصريحات الأخيرة للجمعية التي لم تحترم ولا تحترم مشاعر أبناء وبنات المدينة، نحن شباب وصبايا أبناء مدينة الناصرة نعلن عن مقاطعة المسيرة حتى الاستجابة لمطالبنا وإلغاء مشاركة الشرطة. ولماذا الشباب والصبايا وأيضا يعني المجتمع بشكل عام ضد قضية إشراك الشرطة في هذه المسيرة؟ يعني أولا أود أن أقول بليغ أنه قبل ثواني قليلة فقط وصل بيان جديد من لجنة موكب الميلاد بأنها ألغت المشاركة. نعم. وهذا يدل بأن هذه الحملة التي قمنا بها وقام بها نشطاء في الناصرة مقاطعة واستاتوسات ساخرة وما إلى ذلك أتت أكلها ونجحت في إلغاء المسيرة وإبقاء كونسرت أو فريق العزف للشرطة بعيدا. ونحن قلنا للشرطة بأنه صوت السلاح والقنابل يزعجنا في البلدات العربية، فعلى ما يبدو فهموا من ذلك بأنه عليهم أن يعزفوا شيئا آخر بدل أن يفهموا بأن عليهم أن يسكتوا أصوات السلاح والرصاص. نعم. الموسيقى أو المعزوفات التابعة للشرطة نحن نعرفها، شاهدناها، نشاهدها في الأقصى يوميا، نشاهدها في القدس يوميا، نشاهدها في كل مكان يوميا. وأود أن أقول أيضا بأنه لربما ساخرا قلنا يعني نعم. الفكرة من إحضار رجال الشرطة لكي يعزفوا في الناصرة في فترة الميلاد بالتالي يقل عددهم في القدس، وبالتالي إخوتنا وأصدقائنا الذين يريدون الاحتفال بالقدس بيكون في عندهم أقل ضغط من كبر رجال الشرطة هناك. نعم. يعني بتوزعوا رجال الشرطة بين القدس والناصرة، قسم بعزف وقسم بوقف يمكت الناس ويسم بدنا. نعم. أيضا رأيت منشور على صفحتك في فيسبوك: أوركسترا في معزوفة كلاسيكية، وأرفقت هناك صورة لما حدث قبل بضعة أشهر مع القباط في الكنيسة، كنيسة القيامة، وكيف قامت الشرطة الإسرائيلية بالمعاملة معهم. ولكن ربيع، يعني قضية يعني من جهة المجتمع العربي ينتقد كيف أن الشرطة تقصر في التعامل معه، ومن جهة أخرى يريد مقاطعة الشرطة ولا يريد إشراك الشرطة في مثل هذه الأحداث، وأيضا يعني ربما بناء يعني مراكز للشرطة في المدن العربية، هي قضية أيضا يتحدثون عنها في المجتمع العربي. صحيح. أولا مسيرة الميلاد هي حدث وعيد فلسطيني 100%. نعم. هذا حدث فلسطيني، عيد فلسطيني. الشرطة، إشراك الشرطة في هذه المسيرة هو استهتار بعقول أبناء شعبنا، واستهتار بدماء وشهداء وضحايا وتضحية شعبنا. نعم. المستمرة من 70-80 سنة. يعني الشرطة متواطئة مع الجريمة، فوق أنها متواطئة مع الجريمة أيضا هي يعني اشتركت ب بقتل أبناء شعبنا سنة 2000 وبعد سنة 2000 وقبل سنة 2000. يعني الشرطة لا يمكن أن تكون جزء لا من لا نملك الوقت للحديث المزيد عن هذا الموضوع، وأيضا نريد الانتقال إلى الموضوع التالي. شكرا لك صحفي وائل عواد على تواجدك معنا في هذه الفقرة. ربيع، نستمر معا إلى الفقرة الأخيرة وهي فقرة الأشرطة المصورة أكثر انتشارا.
نصل لأننا فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، فقرة الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا في الشبكة في الأيام الأخيرة. هؤلاء الممرضون والأطباء يحاولون تغيير الأجواء في مستشفى عينك في العفولة عن طريق الرقص على أغنية الدحية. لنشاهد. ومع هذا الشريط المصور نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم. شكرا لك ربيع أمارني الناشط السياسي والمدرب مدرب التنمية البشرية على تواجدك معنا في هذا البرنامج. نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم أحداث هذا الأسبوع على أفضل صورة من منصات التواصل الاجتماعي. تابعونا على صفحتنا في فيسبوك وقناتنا في يوتيوب آي 24 نيوز أرابيك. هناك تستطيعون أن تشاركونا بآرائكم حول المواضيع المطروحة للحلقات التالية. كان معكم بليغ صلدين، لنا لقاء.